اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا في فقرة مبادرات، وزي ما عودناكم دائما عندنا دائما جزء في حلقتنا لكل المبادرات الخيرية، ودائما احنا الداعمين الاول والاخير لهم، خاصة شباب المجتمع الاردني اللي هم يعني هدفهم مصلحة الوطن دائما اولا واخيرا. معنا اليوم حملة يكفي روحك امانة، وراح يكون معنا بالاستوديو الاستاذ رأفت الحلاقة اللي هو قائد فريق الحملة، وكمان اسماء الفقرة اللي هي الناطق الاعلامي لهذه الحملة. اهلا وسهلا فيكم، راح نحكي اكثر عن موضوع الحمله بالبدايه، بنرحب فيكم بالاستديوهات. اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. كيف بلشت الفكره معكم؟ يعني كيف طلعت حمله يكفي روحك امانه؟ احكوا لنا عنها. بدايه صباح الخير لكم. صباح الخير للمستمعين. اسمحوا لي نشكر هاي القناه طبعا على هاي اللفته الكريمه. اهلا وسهلا فيكم. اجت فكره حملتنا بدايه من الخطه الاستراتيجيه لامانه عمان. هاي الخطه بتتضمن عدد من البودرات الملكيه، من ضمنها الحد من حوادث السير. وطبعا اكيد من الواقع المرور اللي احنا بنشوفه كل يوم. صحيح. من الحوادث السير اللي كل يوم احنا بنسمع عنها. صحيح. فحبينا نعمل شيء ممكن انه يترك صدى، ممكن انه نخفف فعليا من هاي الحوادث. اشرح لنا اكثر عن تفصيل فكره المبادره، يعني ايش بتساوي بالمبادره؟ صباح الخير اول شيء. صباح الورد. صباح الخير للوطن وقائد الوطن. اكيد. ونشكركم على دعمكم لنا. اهلا وسهلا فيك. ومنعزي العائلات اللي فقدوا 3 طلاب امبارح اللي هم اوكرانيا. نعم. لانه على نفس الموضوع يعني نحكي. الله يرحمهم. الله يرحمهم. اجت فكره الحمله زي ما حكت زميلتي اسماء من الواقع المرور اللي شفناه بالشارع، قديش بيصير حوادث، قديش كل يعني تقريبا كل يوم في حادث. ما بمر يوم الا بنسمع حادث، حالة وفاة، حادث، إصابة، إصابات، إعاقات. فعشان هيك إحنا شكلنا فريق مكون من 5 أعضاء وقائد فريق، ومشينا شوي شوي يعني طلعنا السلم تقريبا شوي شوي. أطلقنا حملتنا في شهر 9 بـ 2015 تحت رعاية أمين عمان وعطوفة مساعد الأمن العام لشؤون السير. اخذنا يعني نحكي شوي شوي، دخلنا على المدارس، بلشنا نعطي اللي هو هدي السرعه عن مدرستي، نشكل فريق من المدرسه يساعدنا نشتغل على باب المدرسه، الالتزام السائقين وال حلو يعني اللي بيكونوا على باب المدرسه كيف يعني امنوا ساحه امنه لطلاب المدارس، يقطعوا الشارع او ساعه الدخول اللي هي الصباحيه وساعه الخروج المسائيه. صحيح. شيء كثير مهم لانه خاصه احنا بنواجه يعني الازمه اللي بتصير قدام المدارس. نعم. وخاصه مدارس الاطفال الاساسيات، يعني بتلاقي الطفل ما عنده لسه قواعد السير الاساسيه، ما عنده التوعويه يعني بتكون، وهذا دوركم يعني كثير مشكورين عليه. ايش كمان عملتوا خطوات ثانيه؟ هلا احنا اكيد اول ما بلشنا بالحمله طبعا كشغل جديد انك تعمل حمله او مبادره كاحنا امانه عمان، اول شيء طبعا خضعنا لتدريبات من الـ NDI على كيفيه اطلاق حملات مبادرات، على وضع خارطه الطريق، اهداف عامه، اهداف خاصه. هلا الهدف الخاص كان عندنا اللي هو الالتزام بشخص الطفل، لانه وجدناها من الشواخص المبهمه والشواخص اللي ابدا يعني محطوطه انها منظر كماليات. ايوه بالضبط. صح. فلما كنا نطلع طبعا طلعنا فعاليات خلينا نحكي نبض الشارع يعني مع السائقين، لما كنا نحكي لهم عن شخص تقف يعني لدرجه انهم ما كانوا بيعرفوا شو شكلها او انه شو لونها، كانوا عن جد بيتخربطوا. فالحمد لله حصدنا يعني خلينا نحكي فائده من هذا الموضوع، وكمان كان في عندنا اهداف عامه. هلا الاهداف العامه المواضيع بشكل عام، السرعه، خلينا نحكي استخدام الهاتف الخلوي، يعني امور كثيره. طبعا كمان لازم بتحط رؤيه للحمله، رؤيه للحمله ورساله للحمله. رؤيتنا ان شاء الله طبعا هتتحقق، انه هو الوصول الى اردن خاليه من الحوادث، تنشئه او زرع جيل عنده ثقافه مروريه. السلوك بيكون مهذب سواء مع الشارع سواء مع المشاة. فهاي بالنسبة للرؤية. رسالتنا احنا بندعي الى تكاتف الجهود بشكل عام من مؤسسات عامة، مؤسسات خاصة، لأن هاي قضية مجتمع. وهذا الموضوع بالضبط موضوع انساني يعني، فندعي الجميع انهم يتعاملوا يعني مع هذا الموضوع من ناحية ثقافة، من ناحية مبادرات، حملات، او حتى اللي بدهم يعملوا حملات ومبادرات بيلاقوا دعم من اكثر من المؤسسات ان شاء الله. طب انتم لقيتوا دعم؟ يعني كيف أكيد. كان دور الامانه معكم بتسهيل لكم لاجراءاتكم؟ كمان دائره السير كيف تعاونت معكم؟ طبعا في دعم حتى من أكيد. مؤسسات خاصه كان في دعم من امانه عمان، اداره السير، أكيد. الدوريات الخارجيه، اداره الترخيص، اشتغلنا 5 فعاليات تقريبا مع الترخيص، مع اداره السير،
مع الدوريات دورية الخارجية. خارجية النشطة نعم والله في يعني دعم كويس منهم. بالنسبة فعلا فعلا لإدارة السير مأمنينا بالمحاضرين، عشان حدا بيطلعوا معنا يزعل. محاضرين على المدارس، ممتاز. كانوا يوعوا معنا الطلاب، لأنه بتعرف مرات الشارع يعني بيلزمك واحد يكون مختص لابس فيه. عسكري أو إنه بالضبط. مختص في الموضوع يعني. فلقينا منهم كل الدعم، كل الشكر لهم طبعا. اشتغلنا فعالية مع الدورات الخارجية على طريق المطار، صحراوي. كانت اسمها يكفي سرعة. مهم. كنا نوقف السيارات ونوعيهم للموضوع ونحكي لهم انه هيك هيك. كثير كان الجو رائع معهم يعني. كان في اقبال من الناس المواطنين لهاي نعم كان في، وحتى يوقفهم. في يعني كانت تصير معنا شوية شغلات هيك انه لانه احنا بنكون لابسين مدني، فلما يوقف السيارة بعطيك الرخصة. يعطينا رخصة على طول، يعني يمسك الرخصة يحكي. صار مع زميلتي اسمع انه الزلمة يعني يدور، احكي لها والله ما معي رخصة، فبتحكي له انا مش ما بدي اخالفك، انا بدي اوعيك يعني، انا مش جاي اخالفك. موقف صار يعني معنا على الدوار الثالث. على الطريق المطار لما اشتغلنا مع الديوانات الخارجية كانوا الناس متعاونين معنا كمان. يعني يوقفوا ويحكوا لنا انه اشي حلو اشي تمام، يعني انه في ناس لسه عم تشتغل شغلات زي هيك. احنا يعني مش هدفنا انه نغرم، هدفنا انه نوعي اكثر. يعني الهدف توعية وليس أكيد. تغريم يعني. بالضبط. يعني الموضوع بمس كل بيت اردني يعني، مش بالضبط. يعني سواء لو ما عندك سيارة انت بتستخدم الطريق، أكيد. مشا أكيد. فلازم تكون التوعوية تكون على الجهتين، سواء انت كمستخدم طريق سائق او مستخدم طريق كمشا. بالضبط. طيب بدي اسألكم يعني وين الخلل الموضوع؟ يعني شايفين احنا حوادث السير يعني بتحصد ارواح كثير كل بالزبط. سنه يعني كاحصائيات، الخلل موجود وين؟ هل هو بالمشاة ولا بالسائقين ولا باللوم على الاثنين يعني؟ وانا بصراحه اتخيل الخلل بالسلوك، يعني هو سلوك يعني سلوك فردي. اكيد احنا بنعمل اللي علينا كتوعيه وامور اخرى، هو سلوك يعني انت لازم يكون سلوكك تجاه الشارع يعني بالنهايه الواحد بيخاف على نفسه يعني. حتى صح. احنا حكينا بدنا لما حطينا اسم للحمله انه يكفي روحك امانه، حكينا احنا بدنا نحط اسم شويه بيلمس الطابع الروح، الطابع الاسلامي، الطابع الديني، لانه ما في يعني اغلى من روح الانسان بحافظ عليها. صح اكيد. بالزبط. وهي امانه يعني انت أكيد. مش مخول انك تستخدمها غير بالربنا سمح لك فيه يعني. بالزبط. هاي هي. طيب انا بدي يعني اغتنم وجودكم معنا يعني. احنا يعني كمبادره احنا اولا زي ما حكيت انا اول شيء انه احنا داعمين لكم يعني. احنا شفنا المبادره وشفنا تفاصيلها وعدد الفريق اللي عم بيشتغل فيها وكيف الدعم. بدي كمان توعوي للناس اللي عم بتشاهدنا يعني. انا من الناس اللي بستخدم مثلا سيارتي، بلاقي كثير مثلا ممارسات خاطئه من الناس اللي عندهم مشاة، يعني مستعد يستنى الازمه ويجي بين السيارات ويقطع، مع انه في جنبه 100 متر في بكون جسر. عندك جسر مشاة. طب يعني هاي الاخلاقيات وهاي السلوكيات يعني سواء يعني لو هو قطعها، طب انا ماشي على سرعه 80 متقيد بالسرعه، 80 ما بتكفي اني اوقف على اساس اني اتفاداه. فهاي بتصير اللوم بعدين على الشوفير انه هو الحق عليه، وبعدين بتصير المشكله دائما الحق على الشوفير. على الشوفير مع انه سلوكيته هي خاطئه كمشاة. طب يعني هاي كمان بدها توعوي كمان للناس أكيد. يعني اخلاقيات الناس تعاملها زي ما تفضلتوا حكيت سلوكيه فيها. انا التزم بالشاخصات وبالسرعه وهو يلتزم بالكمان شروط المشاة. أكيد. فهاي هي. فوعوا المشاهدين يعني احدى النقاط يعني عدد النقاط المهمه اللي لازم نذكرها للمشاهدين نحكيها. نغتنم الفرصة انكم موجودين معنا. هو الامر التوعوي امر جدا جدا مهم. فيعني انه ممكن انا بحكي انه لازم يكون في عنا حتى من المناهج، خلينا نحكي ممكن من الكي جي 1 الكي جي 2 حتى من المناهج انها بتلمس شوية الطالب. لو عملي كمان، لو دور عملي عملي بس نظري. بالضبط. يعني لو نقارن بالدول المتقدمة كل شيء عملي، يعني العملي اكثر من الاكاديمي. يعني دائما مجال التطبيق العملي، يعني ما بكفي انك تحكي للطالب احمر قف اخضر امشي، طب في كمان امور اخرى يعني حتى المناهج، حتى تطرح الموضوع بشكل هيك بسيط للاطفال، لانه الطفل اذا توعى بطريقه صح خلص انه بكره ان شاء الله لما بيستعمل الشارع بيستعمل السياره اذا كان بيقود سياره صح. اكيد بالنهايه راح يكون واعي لهيك امور، بالاضافه لبعض الجهات كمان اذا كان في عندنا كثير جهات بتشتغل على هذا الموضوع اكيد راح نحصل يعني على جيل يعني توعوي، واكيد راح يخف خلينا نحكي للحوادث شوي. صحيح. لو رفعنا سقف المخالفات اكثر او مثلا يعني استراتيجيات جديده بالنسبه ل يعني بتلاحظ انه يعني اسعار السيارات او بالسياره صارت في متناول ايدي اي موظف ممكن ينزلها عن طريق الاقساط، بتعرفوا يعني هاي صارت مشكلة. صارت انه الشخص يعني مجرد ما توظف بالشركه مر عليه 6 اشهر جيب 6 اشهر كشف راتبك وخذ سياره خلال 48 ساعه.
طب صارت في متناول الايدي، صارت تحس انه السيارة مش غالية عليك، ممكن انه يعني تخرب معك اليوم تجيب ثاني يوم سيارة جديدة. فيعني هاي الشغلات كمان بتخلي انه الانسان ما عنده حرص يعني من ناحية القوانين وكمان الرخصة في تسهيل الامور. يعني احنا نحكي السيارة موفرة والرخصة، يعني اذا تدخل فيها الواسطة ممكن يعطوا اياها، بكون شوي انه صح 100%. يعني شاب عمره بكون 18 سنة اول ما بيحكي لابوه بدي رخصة، يعني حتى بينسى انه شغل، بينسى انه بده يدرس في الجامعة، بيحكي بدي رخصة وبدي أسوق سيارة. فعشان هيك احنا بنواجه مشكلة، انه ببلش مع الأطفال لنوعيهم شوية شوية. حكينا إن شاء الله السنة الجاي ممكن ندخل على الجامعات، إنه نعطي حصص توعية بالجامعات ورشات عمل ورشات عمل. فحكينا إنه يعني مشكلتنا زي ما حكيت وتفضلت، 6 شهور راتبه على البنك ياخذ سيارة، صارت سيارة عنده، سيارة تمام ورخصة إنه اجته تمام، فالشارع قدامه وزي ما بيحكوها على الميدان يحمي هدان. يعني بصير بتشوف شغلات غريبه بالشارع. انا واحد من الناس فعلا شفت تصرفات غريبه على مستوى انه هذا بسابق هاد، صفت انه اثنين، يا واحد منهم راح يقلب يا واحد منهم راح يدخل في بنكيت الشارع. صح. يعني شغلات شفتها انا حاولت ارصدها واصورها بس طبعا ما لحقت، لانه انت بتعرف شارع بتعرف وين بدك تلاقيها هاي الشغلات. هاي شارع عبدون مش بس شارع عبدون، صارت هسه يعني يتفاخروا احيانا اللي بيسوقوا بيصوروا حالهم هم قاعدين بيسوقوا، وعلى عداد السرعه بتلاقي انه بالضبط. يعني صارت حتى وسائل التواصل الاجتماعي تدخل انه انا هيني شوفوني ماشي على 160 في شارع ازمه وعم ببتون بين السيارات. فهي كلياتها صارت انه يعني بطل في عندنا ثقافه الخطا. لا 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 ما في، يعني ما في عندنا هسه حدود الخطا. يعني الشاب اي شاب او اي مثلا بناش نحكي عن الشباب بس حتى الكبار بالعمر كمان احيانا بنفس ضغوط الحياه ورا الستيرنج. فهاي كمان بدها توعوي كمان للناس الكبار، يعني مش بس للصغار. يعني الصغار يعني ممكن انه ما بيخرجوا على الشارع كثير لحالهم، ممكن بس هي في شغله المدارس بس. يعني حتى لاحظت كمان انه في زراعه المطبات كمان، هاي صارت يعني احدى يعني الطرق اللي تخفف كاميرات. والكاميرات كمان على باب المدارس ممكن تكون، على باب التجمعات المستشفيات شغلات زي هيك. المطبات كمان بتلعب دور. شوف طبعاً. في مدارس بدون مطبات، يعني اشتغلنا بمدارس انا وزميلي، هاي مصيبه ما في ولا مطب. يعني خاطبنا الجهات الرسميه وان شاء الله انه السنه هاي يركبوا لها مطب شاخص. يعني في طلعنا على مدرسه بعثوا لنا مسج، طلعنا على مدرسه بجرش يعني مش اختصاصنا بس طلعنا عليها. تفاجئنا انه المدرسه حتى على مستوى شاخص امامك مدرسه ما في، تخيل لا مطب لا شاخص مدرسه، وشارع يعني مكشوف، يعني اللي بيجي من اول الشارع لاخر الشارع الشارع مكشوف، يعني بيمشي 120 بالراحه. فبحكي لها ليش ما تخاطبوا، بتحكي لي بلديات، وانا حاولت امن لهم من امانه عمان من عندنا بصراحه يعني، بس انه ما بيصير. يعني حكوا انه لازم تخاطب البلديه لكونها تابعه للبلديه مش تابعه لامانه عمان. فاحنا اي مدرسه بنلاقي عندها خلل او شيء بنحاول انه نحسن كمنظر جمالي لها، ومنحس انه كواقع مروري جيد يكون. صحيح. يعني لسلامه الطالب اكيد 100%. تطرقت لسؤال من خلال حكيك، شو دوركم بالمحافظات؟ يعني انتم هسه كاعضاء فريق حكيت لي مثلا 4 أو 5 معهم القائد. نعم. ومعنا متطوعين، يعني بالضبط. في متطوعين اكثر من مبادره بيشتغلوا عليها. السنه هاي ان شاء الله هدفنا نجمع كل المبادرات اللي بيشتغلوا على الواقع المروري، نشتغل يعني تحت هدف واحد اكثر من مبادره. مبادره كذا مبادره كذا اللي بيشتغل للمرور. يعني نجمعهم ونعمل شيء واحد، يعني نشتغل كنا تحت سقف واحد. المحافظات يعني مش من اختصاصنا لانه احنا حكيت لك امانه عمان بس العاصمه. بس اذا اجى يعني ناس متطوعين من مكاتب مثلا ممكن يكون لكم مكاتب محافظات بعيده يعني يقدروا تساعدوا انتم اياهم. احنا اذا اجانا بنطلع يعني مدارس، لانه عندنا حكيت لك هدي السرعه المدرستي شغالين عليها. اذا اجانا يعني مدرسه بدها هيك بنطلع عليها على طول ما بنستنى يعني. وحرام يعني مديرتنا الدكتوره اسلام بينو ما يعني ما بتقصر معنا باي شيء، كل الشكر لها طبعا. دكتوره التحيه طبعا. الله يخليك، شكرا لك. هي داعم انه يعني باي شيء جديد. وحتى من القطاع الخاص في ناس والله بيحكوا معنا دائما، شو في عندكم شيء جديد، شو ناويين تعملوا السنة الجاية عشان ندعمكم. يعني كل الشكر لهم الدائمين اللي هم معنا يعني. طيب أسماء شو ناويين السنة الجاية تعملوا؟ والله إن شاء الله يعني إحنا المدارس حبيت أحكي شغلة، المدارس اللي بعيدة عنا زي مدرسة جرش يعني استغلينا الفرصة لما رحنا قدر الإمكان علمنا الطلب على نقل المعرفة.
يعني حكينا ممكن المدرسه هاي اللي بحدكم حتحكونا هاي في مدرسه بحدنا احنا كمان وضعها سيء، فعلمنا الطلاب هناك على كيفيه نقل المعرفه انه انتم بتروحوا لجان بتكون لجان ارتباط بين هاي المدرسه والمدرسه الثانيه، هيك بيستفيدوا خبره بالخبره خلينا نحكي بالتواصل، وكمان بنقلوا معرفتهم اللي استفادوها منا لغيرهم من الطلاب. هلا نفكر الشيء الجديد، نفكر عن جد انه احنا نتوسع، يعني نتوسع قدر الامكان بافكارنا، نفوت على الجامعات على يعني الجمعيات، لانه هو موضوع خلينا نحكي حيوي، موضوع انساني. يعني حابين عن جد انه نحصد او نغير في احصائيات الحوادث، نغير من السلوك، نلمس انه فعلا انه شغل، انه والله السلوك تعدل. وان شاء الله يعني بيكون هذا عشان الحلم يتحقق. الاطفال يعني الاطفال بنات المستقبل، بنات المستقبل تقدر تزرع فيهم، يعني بتقدر تعطيه الفكره حتى انه عجبهم الموضوع، لانه احنا بنعطي زي كمان يعني زي الشرطه نحكي شويه مقربينه بحبوها هاي معه شخص قف. طبعا احنا ما حكينا قديش مخالفه شخص قف، يعني كثير تفاجئنا انه المجتمع عنده ما بيعرفوا قديش قيمه المخالفه لشخص قف. طبعا قيمتها 50 دينار، من 50 الى 100 اذا ما التزمت فيها، اذا ما التزمت فيها من 50 ل 100 دينار، كونها تقع على تقاطعات خطيره. فعجبهم الموضوع، احنا على الاشاره الحمراء ويا دوب يوقفوا في بعض الناس، يعني مش على اشاره حكينا سلوكيات اخلاق، هاي هي الاخلاق، السواقه فن اخلاق، اخلاق بس المشكله انه ممكن فن نحكي اخلاق مشكوكه بامرها. انا على فكره لاحظت الشغله هاي، يعني انا من الناس اللي عشت بالعقبه فتره، العقبه فيها نظام، يعني انا تفاجات انه هناك اذا ما وقفتش وقطعت المشاه، بعدين المشاه هناك بوقفوا عند بس المشاه. يعني انا بوجه تحيه لكل اهل العقبه، والله يا رب كنا نسير عقبه ان شاء الله يا رب. تعرف شغله انه يعني انا جاي من عمان، بتعرف يعني مش متعود على سلوكيات اهل العقبه، فاول يوم يعني ماشي بالسياره فمش في ناس واقفين على المشاه، مش شايفهم جاهزين انهم بدهم يقطعوا. بتعرف احنا عندنا هنا بتشوفه بتكون ماشي بده ينزل رجله بتهدي بتوقف، اذا تواقف ما بتوقف هناك، لا لازم توقف اذا في شخص هناك عند معبر المشاة، وقف واسمح له يمر. يعني شيء كثير رائع انا شفته هناك، يا ريت نلتزم فيها. يا ريت بهون الان تلاحظ شغله كمان، المشاة ان شاء الله كل يعني الاردن تصير زي ان شاء الله كل الاردن تصير عقبه، مش السائق كمان، ممكن المشاة. يعني مرات يعني انا واحد من الناس بيجي قدامي واحد بده يقطع، يعني بصير شوي شوي كانه بصير يعني هيك شغلتي مجاكره بين السائق وبين خاصة المشاة. على الاستراد مثلا بكون يعني سرعة حتى عالية حتى بوسط البلد هاي شفتها كثير، أنا صارت معي بوسط البلد أو بقطع بشكل قطري، يعني بدل ما يقطع يعني مثلا يعني خلاص يعني كأنه بتطلع فيك وبدي أقطع بدي أقطع شو بدك تحكي له، بدي أضطر أضل واقف وأستنى فيه. يعني هي فعليا لازم تبلش من الشخصي، يعني انا بقول لك يعني الواحد لو حضر كل يوم لا سمح الله شاف حوادث على يعني وشاف فيديوهات الحوادث، ما يعني ما برتدع، يعني فعليا يعني ممكن الواحد يكون ماشي بسرعه برتدع لما يشوف كاميرا، او مثلا لما يشوف دوريه شرطه مع حرادار، او لما يكون في مطب اجباري بدك تكون خايف على حاله اصلا بالضبط، يعني خايف على السياره هاي هي فعلا. طيب حكينا عن مستقبلكم، انتم كيف وضعكم بالتواصل الاجتماعي؟ يعني مثلا هسه انا بدي اتطوع معكم مثلا بهاي الحمله، لكم مواقع التواصل الاجتماعي؟ عندنا موقع اسمه حمله يكفي على الفيسبوك موجود، وعلى تويتر حمله يكفي بالعربي نعم، وبقدر يتواصل معنا عن طريق المركز، مركز قليل راس العين، بقدر يجي عندنا يشوفنا نحكي معه. نحكينا عندنا متطوعين الحمد لله، عندنا ناس بيشاركوا معنا، عندنا مبادرات مشاركين معنا، اطلاقتنا بشهر 9/2015 الحمد لله كانت اطلاقه كثير مرتبه واجى عليها اقبال، يعني واداره السير شاركوا معنا والترخيص والان دي اي وجماعه اداره الدوريات الخارجيه والداعمين اللي هم القطاع الخاص، يعني انه ما دائما بيطمنوا والله بيحكوا معنا يعني شو بدكم شو ناقصكم، فأي حدا بده يشارك معنا عندنا على الفيسبوك وعندنا المركز، يعني ما في مشكله وعن طريقكم كان يعني احنا اكيد او احنا داعمين ليش سالتك على الصفحه، لانه بدنا يعني من خلال صفحتكم كمان الناس تزوركم وتشوف شو فعالياتكم وتشوف شو في خططكم المستقبليه. أكيد. اسماء يعني خلال يعني اقل من دقيقه معنا، حابب توجهي كلمه توعويه للاهالي لانهم هم طبعاً. محور يعني اللي بيسلم سيارته لابنه او مثلا اللي بيمشي بشروه سياره لابنه هو عارف انه لسه ابنه يعني عدم المؤاخذه على غرفتك مش مامنك، انا رتب غرفتك بالبدايه بعدين اطلع كمان يعني المعرض يعني شوي لما يشوف عمره صغير يعني يحاول انه ما هاي هي يعني ابنك انت تعبان عليه وقال يعني وكل شقه عمرك شقه عمرك له هاي هي اكيد هاي رساله مهمه كثير للاهالي، يعني ما بيسلموا ابنائهم سياره
إلا لا في عمر مناسب قلنا ما يتأكدوا بالضبط أنه متقن السواقة. وحتى كمان رسالة موجهة أنه خلينا نحكي لبلاش تفوت شغلة الواسطة والمحسوبية شغلة الرخص. أيوة. يعني يا ريت، لأنه في ناس كثير يعني حتى الامتحان النظري بيحكوا لك النظري مش مهم، بالعكس مهم. كل شيء بالامتحان النظري، يا ريت نخفف من هاي الشغله، يا ريت الامتحان يعني عن جد انه ما تفوت في شغله الواسطه. بتكون عدد الحصص السواقه مناسبه جدا. فهاي رساله عن جد للاهالي انهم يتاكدوا من ابنائهم، بيوعوهم، خلي لغه الحوار تكون دائما بيننا وبين اولادنا. البعد الديني طبعا اكيد بنركز عليه اكيد ان شاء أكيد. الله. واحنا هيك وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، يعني بشكر وجودكم معنا، ختامها كان مسك معكم. الله يسعدك، واهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله نشوف مبادرات وان شاء الله نشوف تطبيقها على ارض الواقع، نشوف الناس عن جد ارتدعت وصار في عندهم يعني وازع ديني ونفسي على روحك. هاي هي ان شاء الله يا رب. بشكر وجودكم معنا، شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا احنا هيك بنكون خلصنا فقراتنا لهذا اليوم، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، كان ختامها مسك مع شيء كثير مهم خاصه هو مواضيع السير، لانه احنا يعني بنواجهها كل يوم. وان شاء الله موعدنا بكره معكم بنفس الموعد، استنونا، كونوا بخير.